حكومة الوحدة الوطنية من زاوية من الشكلية هي حكومة وحدة وطنية، نعم، من حيث جمعت، من ناحية الفاعلية والنجاعة لم يظهر بالطريق الكافي. أنا نعتبر أنه جزء من الإشكال هو الجانب البيداغوجي في تعامل حكومة السيد الشاهد منها مع المطالب نتاع المواطنين. تم إجراءات تتخذ لكن التواصل منها ناقص. الأحزاب السياسية مش قام بالدور متاعها منها كما ينبغي. الأحزاب السياسية تجامل في بعضها. الحزب اللي جلول في الانتخابات لا يتصرف بمقتضى اللي هو حزب قول منا في الانتخابات، هو منا خلى اليوم مشكلة البلاد مشكلته هو، ما هوش هو كيفاش يعالج المشكلات بالطريقة الكافية. حركة النهضة الحزب متاعي حركتي أيضا ما كانش عنده الصرامة الكافية باش الشريك متاعنا منا أيضا نقول له يرحم والديكم مشكلاتكم خلوها القولة منا حلول مشكلات متاع البلاد كبيرة. السيد يوسف الشاهد يتعامل، يعني اليوم حركة النهضة مستعدة وأن قبل من جيل يوسف الشاهد مساعدة وأن تدفع ثمن وفاتورة معناها الأخطاء اللي قاعد يقوم بها الحزب الأغلبي وانشغال وأزمة الداخلية. هو نحن الآن قاعدين الكل ندفع في ثمن، الكل، مش النهضة ومش نداء تونس، الطبقة السياسية الآن منا قاعدة تدفع في ثمن متاع إحساس المواطنين، إحساس هذا اللي سونداج واللي تلقاه في الشارع للريسبونسابيليتي، الخفة، عدم الشعور منا بالمسؤولية.